بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. تحل علينا بركته ونعمته من الآن وإلى الأبد كلها أمين. بشكركم ومبسوط إن أنا معاكم في الحد الأول من شهر بابا، وبشكر احتمالكم وبشكر احتمال أبونا ميخائيل. عموما فضيلة الاحتمال لها مكافأة في الملكوت، فأنا بساهم معاكم في علو مكافأتكم باحتمالكم ليا. ربنا يحافظ عليكم ويمتعكم كده بأوقات جميلة. وإنجيل هذا الصباح المبارك الحد الأول من بابا، كل شهر بابا هيتكلم عن معجزات، كل أحد شهر بابا هيتكلم عن معجزات، وكل معجزة بتبرز فضيلة معينة، سواء في من ينال الإعجاز أو سواء من يساهم في تمام هذه المعجزة. فالنهاردة المعجزة كلكم سمعتوا الإنجيل عبارة عن سيد المسيح كما تعودنا، كل ما يروح يقول كده الكتاب المقدس وتبعه أو تبعه جموع كثيرة، والمكان اللي هو نازل فيه السيد المسيح بيتملي على الآخر، حتى إن الكتاب المقدس النهاردة بيقول لم يعد البيت يسعهم ولا ما قدام الباب، يعني البيت مليان على الآخر حتى الباب مقفول من كتر الناس. فالحقيقة المشهد الثاني، ناس عندهم واحد مشلول بعيد عنكم شال الرباعي وعايزين يقدموا للمسيح، فجم بصوا على البيت لقوا الدنيا مقفولة خالص وهم شايلينه على سرير. يعني ايه سرير؟ يعني زي النقالة كده، أربع أيادي مسكين الشخص المفلوج وعايزين يقدموه مش عارفين يدخلوا من الباب. فكل الحكاية هم طلعوا فوق السطح، وانتوا عارفين زمان كان الأسطح كلها بنقول عليها في مصر كلمة عرشة، يعني عبارة عن خشب وبوس كده أو نوع من أنواع النبات الناشف المحطوط فوق السطح. فهم نقبوا هذا السطح، فتحوا السطح ودلوا أو نزلوا المفلوج من فوق قدام المسيح بالظبط. فيقول الكتاب المقدس ولما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك. المشهد الثالث، ناس حوالين المسيح وتعرفين كل مكان يمشي ككبير القوم وكراجل مشهور يبتدوا يتلزقوا فيه الكتبة والفريسيين، ما هو ده راجل مشهور جدا فاحنا نخش جنبه كده وخلاص ونقعد كأننا ايه وجهاء القوم، وقاعدين وهم رايحين مش عشان يستفادوا، رايحين عشان ينتقدوا بيعمل ايه وبيسوي ايه، هل هيشفي في السبت، هل هيقول للعيان ده ايه، هل هيقول للمولود اعمى ده ايه. وبالفعل وهم قاعدين قعدوا كل واحد في قلبه كده وفي دماغه مين ده عشان يقول للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أليس من يغفر الخطايا هو الله وحده؟ طبعا رب المجد يسوع المسيح علم ما في قلوبهم، راح قال لهم علشان تصدقوا أنه أسهل، الأسهل إيه، إن أقول لواحد قوم امشي ولا أقول له مغفورة لك خطاياك؟ جاوب، الأسهل إن أنا أقول له قوم امشي، مغفورة لك خطاياك دي صعبة. نعم، أنا عايز أوريكم إن اللي قاعد ده مش شخص عادي، اللي قاعد ده له سلطان على غفران الخطايا، ولكن علشان تصدقوا قوم يا عم امشي، قوم احمل سريرك وامشي. فالحقيقة في منظرين مهمين قوي لازم نركز عليهم في المعجزة دي. المنظر الأولاني منظر الأصدقاء، وده مهم جدا لينا احنا الأصدقاء. لو انتوا تبعتوا أنا مالي، ما الدنيا زحمة، تعالى وديني للمسيح عشان يخففني، لا صدقني ما اقدرش، ده الدنيا زحمه جدا ما حدش يعرف يخش. انما تميزوا هؤلاء الاصدقاء بثلاثه صفات مهمه. الصفه الاولانيه ايمانهم ان المسيح هيشفي، ايمانهم ان فور ما وضعوا المفلوج قدام ربنا يسوع المسيح هيشفيه. انتوا ايش عرفكم وايش دراكم كده، وايه الايمان اللي جواكم، وايه الثقه الكبيرة قوي اللي جواكم، ان مجرد ما تحطوا الراجل ده ما يمكن تروحوا مكسوفين، ما يمكن تروحوا خجلانين، ما يمكن الناس يقولوا ايه اللي بتعملوه ده، اهو لا شفاه ولا حصل حاجة. لا، انما كان عندهم ايمان ان المسيح
فور ما احط الراجل مفلوج قصاده هيشفيه. انا ما اعرفش جابوا الايمان ده منين، احنا وشفنا المعجزات دي كلها ما عندناش نص الايمان ده. انا يعني انا متاسف ما عنديش نص الايمان ده، انما لازم كلنا نتميز بهذا الايمان، كلنا كخدام كشمامسة ككهنة كشعب كلنا نتميز بهذا الايمان. لازم خد ولادك انت كأب وكأم، خد ولادكم وحطوهم قدام المسيح وما لكمش دعوه بالباقي، بس لازم يكون جواك ايمان ان المسيح هيغير. احنا كخدام وكهنة لازم من غير ما ننتظر النتائج لازم نؤمن تماما ان مجرد ما اخد شعبي واحط قدام المسيح المسيح هيتعامل معاه. انا مش ضامن النتائج ماليش دعوة، بس انا واثق في النتائج، انا واثق في رب المجد يسوع المسيح وقدرته الخارقة ان هو هيتعامل مع كل شخص، حتى مع الزاني تعامل، مع القاتل تعامل، مع الخاين تعامل. السيد المسيح بيتعامل، بس لازم احنا نأدي ما علينا، نعلم ولادنا، نعلم شبابنا، نعلم شعبنا الصوم والصلاة والكتاب المقدس والتناول. ومن هؤلاء الأربعة نجد رب المجد يسوع المسيح. الصلاة والكتاب المقدس دول شقي الاتصال بيننا وبين ربنا. لما انت تقرأ الكتاب المقدس ربنا بيتكلم وانت بتسمعه، لما انت بتصلي انت بتتكلم وربنا بيسمعك، اذن في وسيلة اتصال تامة هنا من خلال الصلاة والكتاب المقدس. والصوم بيطفي الشهوات، عشان كده الاباء بيقولوا الصوم بالنسبة او الماء كما ان الماء بالنسبة للنار يطفيها، هكذا الصوم بالنسبة للشهوات. ايضا التناول هو تاج الاسرار، وبه نأخذ المسيح في داخلنا ونعيش معه. عشان كده سيد المسيح بيقول انا واقف على الباب اخبط، اللي يفتح لي اخش تعشى معه وهو معايا، وتصير عشرة بين الاثنين. فينبغي ايها الاحباء ان نؤمن ايمان اصدقاء المفلوج، نضع ايدينا ونضع قلوبنا ونضع عقولنا وافهامنا ونياتنا وكل ما نمتلك امام الله، ونثق ان الله سيتعامل. ايضا صفة كانت مهمة قوي في هؤلاء الاصدقاء الاربعة كانت صفة المحبة، المحبة اللي هي قلت دلوقتي في الكون كله. عشان كده يقول الكتاب المقدس من كثرة الاسم تبرد محبة الكاثرين، الخطايا كترت والمحبة قلت. الناس فين محبة الناس زمان؟ فين اللمة بتاعت زمان؟ مش مهم دلوقتي اللقاء ولا القرب الجسدي، انا بتكلم عن المحبة القلبية. قديس انطونيوس يقول لك حب الناس كلها، وان ما قدرتش تحب على الاقل ما تكرهش. والقديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك يقول لك حب الكل وابعد عن الكل ما يجراش حاجة. لو انت مش عايز والقرب هيجيب لك مشاكل، حب الناس كلها وخليك بعيد عن الناس كلها. عشان كده الاصدقاء بتوع المفلوج كانوا بيحبوا المفلوج، وحبوا يوصلوا لربنا، وحبوا يوصلوا لربنا مش بالاحقية. كتير من الناس يقول لك انا احق الناس افضل قدام او افضل في الافضلية، ابقى في الافضلية. مش بالصوت العالي وصلوا المسيح، مش بالشجار والخناق وصلوا المسيح، مش بالمجلس الاول وصلوا المسيح، وصلوا المسيح من خلال محبتهم للمفلوج. لاجل ذلك اتصفوا بالصفة الثالثة اللي هي الخدمة. يعني كان عندهم ايمان، كان عندهم محبة، كان عندهم حب ايضا للخدمة. شافوا الدنيا زحمة وافتكروا ان ممكن بالزحمة دي انا خلاص اديت دوري وحطيته قدام الزحمة، اوصل انت زي ما توصل بقى. انما هم لازم يتمموا الخدمة بتاعتهم، علشان كده تمموا خدمتهم بان هم طلعوا فوق السطح ونقبوا السطح، حتى ان ممكن الناس كان يحصل معهم شجار اصحاب البيت، انتوا بتعملوا كده في البيت ليه؟ هيتحملوا تبعات هذه الاعمال. يعني ممكن بعد ما ينقبوا السطح تحصل مشكلة، هيتحملوا هذه التبعات، ممكن يتحملوا التعويض، ممكن يداووا ما كسروه من السطح. كل تكلفة عليهم. ايه اللي جابركم على كده؟ الحب والخدمة والايمان بالسيد المسيح. خدمتهم كان خدمة شاقة. عايزين نخدم خدمة اصدقاء المفلوج، مش عايزين نبص على المشهد التاني اللي هو بتاع الكتبة والفريسيين اللي اتسموا بالإدانة. يعني دول كان عندهم محبة، كان عندهم إيمان، كان عندهم خدمة. أما
الكتبة اللي قاعدين جنب المسيح، ملازمينه في كل مشوار، ملازمينه في كل مشوار. وأخشى إن أنا بكون بتكلم على نفسي، ده أنا في المذبح دائما، وعلى المنجلية دائما، وفي مصدر التعليم دائما، وفي الصدارة دائما، وتلاقي أنا ممكن أكون بعيد عن ربنا. خاف على نفسك، خاف على نفسك، لإلا تكون كل حياتك جوه الكنيسة وكل حياتك شكلها مع المسيح، وفي الآخر نرفض من الملكوت. الكتبة كانوا كده، الكتبة كانوا كده قاعدين مع المسيح، أكلين شاربين نايمين، ومع ذلك عمالين يفكروا في قلوبهم فكر الإدانة. وفكر الإدانة ده كان بينم على صفات سيئة جدا. أول صفة كانت عندهم عدم محبة. لو بيحبوا فعلا ما كانوش دانوا، لو بيحبوا فعلا من قلوبهم الناس دي كانوا انبسطوا ان الراجل المشلول قام. كفاية كده، كفاية ان الراجل المشلول قام. لو بيحبوا، لو انت بتحب، حب الخير للغير، حب الخير للكل، ومش مهم انت يجرى لك ايه، مش مهم. صدقني يوم ما تحب الخير لكل الناس ربنا هيزود كمان وكمان. علشان كده الكتبة كانوا بيتسموا بعدم المحبة، ايضا كانوا بيتسموا بعدم التماس العذر. ما التمسوش العذر للناس، ما التمسوش العذر للمفلوج، كان ممكن ما التمسوش العذر للسيد المسيح يقول اللي يقوله بس يشفيه. مش عرفك وانت تملي، تعلم عدم الإدانة من خلال التماس العذر للناس. لو انت بتلتمس العذر لكل واحد بيخطأ مش هتدين حد ابدا. لو انت بتبرر كل واحد يخطأ وبتقول يمكن معذور وبتلتمس له اي اعذار، مش هتقع في خطية الإدانة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لا تدينوا لكي لا تدانوا. ايضا اتسموا الكتبة بسمة سيئة جدا، ولا سيئة، ولا هي سمة عدم تذكر ستر الله عليهم. عدم تذكر ستر الله عليهم. امتى الواحد يدين؟ لما ينسى فضائل ربنا عليه. امتى الواحد يدين اللي قدامه؟ لما ينسى فضائل ربنا وستر ربنا عليه. عشان كده الكنيسة الأرثوذكسية علمتنا في كل الصلوات حتى في الجنازات نصلي صلاة الشكر، ونقول فيها نشكرك لأنك سترتنا. تخيلوا الستر ده تخلى عنا في يوم من الأيام، ولا واحد هيفضل واقف قدام التانش، كلنا هنهرب وندور على أقرب باب نهرب منه لأجل أن الستر تخلى عننا. طالما أنت عارف أن ربنا ستر عليك في خطاياك القديمة والحديثة الظاهرة والخفية، وعارف أن في ستر كان مغطيك كده قدام الناس وشكلك حلو قدام الناس، أي نعم أنا عارف شكلي إيه من جوايا، إنما قدام الناس مش باين، يبقى دي من محبة مين وستر مين؟ ستر ربنا وحب ربنا. لأجل هذا الستر لا تدين، لأجل هذا الستر لا تفضح أحدا، لأجل هذا الستر غطي الخطايا قدام الناس والتمس العذر للناس. كمان في سمة أخيرة اتسموا بها هؤلاء الأربعة رجال، ألا وهي النظرة السوداء. تعرفوا إمتى ما ندينش حد؟ لو إحنا عندنا نظرة بيضاء، بص اللي قدامك وبص للحاجة الحلوة اللي فيه، حاول ما تخرجش حاجة وحشة في اللي قدامك، ولو فيه وحش تغاضى عنه وبص للكويس. انظر إلى النقطة البيضاء في الصفحة، لا تنظر إلى النقطة السوداء. انظر إلى المساحة المتسعة من البياض، لا تنظر إلى سواد بسيط. عشان كده اللي يتعلم إن هو يبص على محاسن الغير لا يقع في خطية الإدانة. وكل ما تحاول تلتمس العذر وتحب اللي قدامك وتتذكر ستر الله عليك وتنظر إلى النظرة البيضاء فيه، لا تقع في خطية الإدانة مطلقا. ومن ثم تنطبق عليك الآية لا تدين لكي لا تدان، لما نروح في الآخر ونقول لربنا إحنا ما ديناش حد يا رب، والكتاب المقدس قال لنا كده ما تدينوش عشان ما تدانوش. طب إحنا ما ديناش حد طول عمرنا، ها هدينا؟ يقول لك أنا كلامي لا يسقط أبدا، كلامي لا يسقط أبدا. أنت طبقت لا تدين لكي لا تدانوا، خلاص أدخل إلى فرح سيدك. كفاية الآية دي بس، كفاية نسعى حياتنا كلها لتطبيق ومعيشة هذه الآية،
لا تدينوا لكي لا تدانوا. الخطيئة التي وقع فيها الكتبة المحيطين برب المجد يسوع المسيح حينما أقام المفلوج من مرضه. الله يجعلنا أيها الأحباء محبين دائما، خدام دائما، مؤمنين بقدرات رب المجد يسوع المسيح. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد كلها، آمين.